بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث عن قصة بسيطة جدا ثم أعرج منها على حكم شرعي عقدي مهم، ألا وهو علم الغيب. هناك قصة تقول بأن سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل كان قد نظر لامرأة قبل أن يدخل عليه، فقال له سيدنا عثمان عندما دخل عليه: أيدخل علي أحدكم وأثر الزنا في عينيه؟ فلما قلت هذه القصة لمجموعة في الدرس اعترض واحد وقال: لا يعلم الغيب إلا الله. فقلت له: سبحان الله، إن علم الغيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى يختلف عن علم الغيب بالنسبة للبشر، فعلم الله للغيب شامل كامل محيط جازم يخبر بكل دقائق الأمور. أما علم البشر فإنه يتعلق بأشياء معينة قد يكشفها الله تعالى لهم، فمثلا الكشف بسبب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وفي آية أخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله قد يكشف للبعض علم بعض الأشياء، أما العلم الجازم فهو لله. وقد يأتينا أحد بأمر آخر، فمثلا عندما نقرأ قوله: مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فيقول لك إن الطبيب في هذه الأيام يكشف على المرأة فيعلم أن المولود الذي هو فيها ذكر أم أنثى، فنقول له: يعلم أنه ذكر أم أنثى في أي مرحلة؟ وإذا علم أنه ذكر أم أنثى، هل يعلم بأنه سعيد أو شقي؟ هل يعلم عدد الأنفاس التي سيتنفسها، أو عدد دقات القلب التي سيدقها، أو الطائرات التي سيركبها، أو الملابس التي سيلبسها، أو أين نسجت، أو أين نسجت أكفانه، أو أين سيدفن، أو أين؟ هذا العلم الشامل الكامل الجازم المحيط الشافي الكافي الموافي لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما غير ذلك فإذا أراد أن يطلع بعض خلقه على بعض الغيوب فإنه يطلع إلا هذه المفاتيح الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر هذه الآية الطيبة. أرجو أن أكون قد أوصلت هذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.